بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم. معانا نبات زينة من النباتات الجميلة جدا اللي بتعتبر نبات داخلي وخارجي، يعني أنا ممكن أحطها في الجنينة كنبات خارجي، وممكن أحطها في المكتب عندي أو في المنزل كنبات داخلي، لأنه برضو بيعتبر من النباتات الداخلية والنباتات الخارجية. نبات الشوفليرة نبات جميل جدا، أوراقه شكلها جميلة، بتاخد اللونين، يعني الورقة تلاقي فيها لونين اتنين، اللون الأبيض المصفر واللون الأخضر. طريقة إكسارها سهلة جدا بالعقلة، باخد عقلة من النبات وأغرزها في القصرية وبرويها ومعرضهاش للشمس في الفترات الأولى، وبتنجح معايا إن شاء الله. قلنا طريقة إكسار نبات الشوفليرة سهلة جدا، بناخد عقلة بالطريقة دي كده، وبنشيل الأوراق اللي هي تحت، ونسيب الأوراق اللي في القمة 3 أو 4 ورقات بس كده، وبعد كده بكون مجهز أنا القصرية بتاعتي. بكون مجهز القصرية بتاعتي، ونراعي إن احنا ندفن حوالي 3 عيون أو 4 عيون في التربة، العيون اللي هي بتعمل الجذور بالطريقة دي كده. وبعد كده برويها. دي معانا طريقة إكسار نبات الشوفليرة، وزي ما قلنا نبات الشوفليرة نبات داخلي وخارجي، عشان كده بنشوفه في مداخل العمارات، وبنشوفه في المكاتب، وبنشوفه أيضا في المنازل. نبات جميل جدا، نبات شكله رائع، نتمنى إن أنتم تجربوه. جربوا عملية الإكسار للنبات. شكرا، السلام عليكم.